الحمد لله احنا فرحونا بهذا الافتتاح الاول للمسجد خاصه في الصلاه اليوم الجمعه، وكنحسوا بواحد الاريحيه وواحد الروحانيه ربانيه، وكنحسوا باننا رجعنا الحمد لله للاصل ديالنا. وراه كورونا واخا هي متواجده بيننا، ولكن كنحسوا بها انها لقد ذهبت. الحمد لله مشات بحالها، مشات بحالها بهذا السجود وهذا التدلل الى الله وهذا الدعاء في هذا النهار المبارك ديال الجمعه وهذا الافتتاح الاول، لان الجمعه دائما المغاربه يسمونها بعيد المؤمنين، وحنا شفنا المؤمنين واستمتعنا بهذه الخطبه الرائعه وهذه الخطبه المباركه. ويجب علينا جميعا وجميع المغاربه والمسلمين ان نعمل بتوصيات السلطات الصحيه المختصه من اجل التدابير الاحتراز والوقايه من هذا الوباء، ونسأل الله تعالى أن يشافي جميع المغاربة وجميع المسلمين الذين أصيبوا بهذا كورونا. الله يشافيهم ويعافيهم ويبعد علينا، وينصر أمير المؤمنين سيدي محمد السادس اللي هو الإمام ديالنا الأكبر والقدوة، ويمتع الله تعالى بالصحة والعافية والألطاف الخافية، ويحفظه في ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره ويشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد. يا ربي تحفظ هذا المغرب ديالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجي المغرب ديالنا من الحساد والأعداء. والحمد لله هذه بشارة خير إن شاء الله، والناس جو ديال اهل التبركوك وجو الصلحاء، واليوم تقرا القران ديال الحزب الحمد لله في هذه الجمعه المباركه. والله تعالى غادي يدفع علينا هذا الوباء ان شاء الله بفضله وجوده وكرمه واحسانه. ان شاء الله غادي يشي بحال كورونا، ودابا كنحسوا حنا الحمد لله في النفوس ديالنا بدات كترجع السكينه والطمانينه، وكنحسوا الحمد لله كيف كنا في السابق، والحمد لله والشكر لله على هذا الخير الحمد لله. وباقي ان شاء الله يتفتحوا المساجد والشفاء لجميع المرضى المسلمين. الله يرفع علينا هذا الداء ويرفع علينا هذا الوباء بفضله وجوده وكرمه واحسانه.